ಮರಿಗೆಲ್ಲ قص من عندك أنا جيت لا لا
الايقاعات هذه وجديد الفنان الازهر بن ويران اللي باش يحكينا اليوم على الكوكتيل الجربي من تراث الجزيره. دلوني يا بنات المعمل الغنيه هذه اللي سمعناها عندنا برشا ولكن هذه الاعاده الجديده باش نحكوا على العمل باكثر تفاصيل معنا مباشره الفنان الازهر بن ويران. صباح النور، مساء الخير، اهلا وسهلا. كل التحيات ليك الازهر. تحياتي ليك الاخت عفاف وكل مستمعي عروس الصحراء اذاعه تطاوين، كل معدين والعاملين في اذاعه تطاوين. الله يخليك يا سيدي، قلنا صباح الخير، قلنا مساء الخير، خاطر ساعات يقولون علاش الصبح علينا وهي 11:04 مثلا، احنا الصباح ديما ظهر لي يبقى حتى نص النهار هيك ولا هيك حسب المفهوم المعتاد. وربعة. أيوة توقيت عندكم يزيد شوي. مرحبا بك بتبيعة الفنان الازهر بن ويران، اليوم سمعنا جديد دلوني بنات المعمل، لو تحكينا أكثر على العمل هذا. دلوني بنات المعمل مجموعة من الأغاني الجربية من التراث الجربي. العمل هذا كانت فكره من مجموعه من الاصدقاء من الفنانين والموسيقيين. أيوة. والاصدقاء بصفه عامه كما نذكر خويا حسام، خويا حسام الحجام، نجاح العزابي، زين الدين بوعمر، عزف زكرة قاسم بونوح، قيس نازفتي، وصديقي ومرجع تاع موسيقى خويا جيمي، وبرشا من الاصدقاء معناها. هو لح... عملنا المعنى عدينا الكوكتيل هذا. أكيد برشا ناس يحبوا الأجواء الجربية وخاصة التراث الجربي، ولكن الأزهر بن ويران عرفناك في الطابع الأمازيغي، شنو اللي خذاك الطابع الجربي اليوم؟ والله أنا من قبل معناها كنت نعمل موسيقى جربية، كنت نخدم في العروسات ونخدم في الافراح الخاصه وفي النزل في جربه. معناها اون باراليل نعمل الموسيقى الامازيغيه، معناها الموسيقى الامازيغيه هذه كان نعمل فيها معناها كما نقولوا احنا نعمل فيها لي انا معناها العائله الاصدقاء معناها خاطر احنا العائله بتاعنا يتكلموا الامازيغيه والمنطقه بتاعنا هي منطقه سدويكش. ايوه تحيه لكل مستمعينا في سدويكش. نعم يتكلموا باللغة الأمازيغية ومازال محافظين عليها. جات الفكرة في 2001 جات الفكرة مع صديقي وصديقي صلاح بن ميمون. جات الفكرة اللي احنا نقوم بمجموعة من الأغاني الأمازيغية، وكنت حضرت أغنية واحدة، حضرت أغنية أمازيغية في تونس، وسمعتها سمعتها الممثلة، ممثلة كبيرة. أيوة. قلت لي رايها، قلت لي علاش ما تعملش الموسيقى الأمازيغية وفي إيه تونس ما عندناش شكون يعمل الموسيقى الأمازيغية. اون باراليل عملت قمت بالبرنامج نتاع الموسيقى الأمازيغية اون باراليل مع الموسيقى التراثية والجربية. هو الحقيقة لهنا الأزهر، هل الفنان اليوم ولا من الجيد أنه معناتها يرضي كل الأذواق على اعتبار أنه معناتها فما فئات تسمع أنواع معينة، فلهنا أنت توجهك الشخصي ماشي في التنوع، وإلا أنت والجو اللي تلقى فيه نفسك ممكن أكثر وترتاح فيه أكثر؟ والله تنوع قبل كنت تنوع خاطر كوميرسيال وشدوا بصراحة. نعم. برشا فنانين كنت كوميرسيال قبل معنا في فترة معنا بتاع 10 سنوات كنت كوميرسيال، يلزم نحضر الكوكتيلات جديدة، يلزم نحضر أغاني شرقية، يلزم أيوة. ولا مش عليك ولا عملت اختصاص اللي هي الموسيقى الأمازيغية وبارالال الأغاني التونسية بصفة عامة. أنا بالنسبة لي أنا كلها غناء تونسي. نعم. اللي تعجبني هيك واللي تعجبني انا بصراحه، تعجبني نغنيها ما تعجبنيش ما نغنيهاش. هو في الذوق هذا تنجم تقول معناتها الانسان يكون او الفنان سامحني يكون قاسي شوي نوعا ما على الذوق العام، والا بالنسبه ليك ماشي في الطريق نحو ارضاء فئه معينه من المتابعين ليك. والله لا ارضاء فئه معينه، لا مش هذا. الفنان كي ما يغنيش حاجه اللي تعجبه. أيوة. ما يطبعش فيها، ما يعملش فيها الاضافه، يولي يغني فيها كما 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 نقولوا احنا حاجه مركبه.
تحسها كوميرسيال، لازم يحضر دبكه خاطر ليله عندي عرس فيها دبكه. نو سي با سا، معناها واحد لازم يكون حاجه مقتنع بها هو الاول، مقتنع اغنية عجبه، ده موضوع نتاع عجبه يغنيها. وما كذبش عليك انا نبعد على كل الاغاني نتاع ما نعرفش اللي الاغاني اللي ما تكونش فيها معنا موضوع، نبعد عليها بصراحه. الدنيا هيك باهيه حتى المستمع كي يسمعها او موا فيها موضوع، فيها 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 موسيقى، فيها حاجات اللي ما نعرفش انا. الأزهر الحقيقة معناتها حتى كونوا صريحين بالنسبة لاختيار دلوني بنات المعمل اللي هي أغنية من التراث وقديمة برشا وسمعناها في صغرنا والكل، ولكن ما تخافش أنه ممكن الإعادات متاع التراث على اعتبار أنه الفترة الأخيرة جل الفنانين وأغلبهم يلتجؤوا للتراث، ممكن حتى هيك يكونوا قراب أكثر من الناس على اعتبار أنه التراث ديما يبقى محبوب وديما مسموع من الناس. فأنت كيفاش لقيت الحكاية وعلاش اخترت دلوني بنات المعمل بالذات؟ والله كوكتيل دلوني يا بنات المعمل كان مش اقتراحي انا، كان اقتراح الاصدقاء. أيوة. انا مشيت رجع روحت الجربه لتونس، روحت لتونس باش نعمل فاكونس صغير على اساس عندي اغنيه امازيغيه باش نسجلها وباش نصور فيديو كليب نتاعها. تلاقيت مع اصدقائي فنانين، نظهر علاش ما تعملش كوكتيل جربي، علاش ما تعملش كذا، علاش لقيت عليه طلب. قلت لهم اقترحوا عليا اش لازم نعمل كوكتيل الجربي، شنو اقترحوا عليا الاغاني اللي سمعتوه معناها، وانا عجبوني بصراحه ما نسمع فيهم الصغرى ونعرفهم الصغرى الاغاني هذو، وما نعرفش انا اللي يسمعهم الناس كنت تتفاعل معهم، اغنيات حلوين ياسر ويقعدوا معنا في الذاكره وفي التراث التونسي معنا. صحيح. حتى نحكوا على الاغنيه الامازيغيه اللي قريبا باش تكون حاضره، لو ناخذوا فيها فكره اكثر خاصه على اسم الاغنيه وشنو مضمونها وعلى شنية تحكي بالتحديد. الأغنية أمازيغية هي من كلمات المرحوم أيمن بن عمار، ومعاد الكلمات صلاح بن ميمون. التوزيع مهني بن ويران والفنان أحمد الزايري، نقدم له تحية ولد الحامة، ومونتاج واستوديو وجدي بن عبد الله. وان شاء الله باش يكون التصوير من ريان عاشور هو اللي باش يقوم وين باش تصوروها ان شاء الله الاغنيه؟ ان شاء الله ان شاء الله في جربه، خاطر الموضوع نتاعها هي اسمها هي تيجي الكب تيجف، تيجي الكب تيجف معناها تعني في مره من المرات، في مره من المرات. أيوة. الموضوع كنت شاب شاب عازب مرة من المرات كان متعدي من وسط منزل جربي، يشوف في 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 نساء معناها ومعهم شابات معهم يعبوا في الماء من البير. نقولوا احنا في الماء من البير وعندهم في جرة يا حسرة على الصورة هذي. أكتافهم وكذا هكا نساوين هكا، وشافوا الشاب متعدي غمزوا كيما احنا في جربة غمزوا معناها نقولوها اي عملوا على عيون، خلوا كان كان عين واحده ممكن ولا زوز عيون هيك يزيس باش يشوفوا، وفي مره من المرات يعني مره من المرات وكان متعدي مشى يحب يحكي مع الطفله من بعيد معناها، يشاور لها يحب يحكي وهي تشاور لها من بعيد، تقول لها ما ما ما, ما, ما تتبعنيش وما تحكيش معي، وكان عندك حاجه تمشي تشاور باباي، تمشي تشاور شاور بوها، وكان ابوها معناها وافق على المخذه هذه وكل شيء. قالت البنيه انا الكلمه كلمه بوي، وبوي هو يعرف مصلحتي، وهذا هو الموضوع نتاع الاغنيه. او شوقتنا للموضوع الحقيقه، يعطيك الصحه الازهر، واكيد لهنا حبينا نحيوك بشكل خاص لانه جديد حبيته يتقدم بطبيعه للناس للمستمعينك لاحبائك، وكذلك حبينا نحكوا على اعمالك القادمه ان شاء الله قبل ما ندعوك بطبيعه نسمعوا الاغنيه الامازيغيه جديده ان شاء الله. ان شاء الله. خاصة أعمالك المستقبلية بطبيعة الأزهر بن ويران، شنو محضرنا إن شاء الله وقتاش باش تكون موجود في تونس، ومعنتها في أعمال ممكن مشتركة مع فنانين أخرين، هل فكرت في الجانب هذا؟ والله إن شاء الله عندي حضرت أغنية أغنية ديو مع الفنانة زينب عزون، قدم لها تحية. الأغنية هذه فيها حكاية، فيها حكاية من الحرب العالمية الثانية. اي نعم. أغنية جربية، أغنية جربية، أغنية تونسية، هي أصلها من تونس من الشابة. أيوة. أغنية تونسية، توزيعها أحمد الزايري ديما صديقي، واستوديو وجدي بن عبد الله. الأغنية هذه ديو تحكي على قصة قديمة برشا ومعروفة إن شاء الله، الأغنية هي إعادة إن شاء الله وفيها فيديو كليب.
فيديو كليب ممتاز بدا يصور فيها الاخ صديقي ريان عاشور، وان شاء الله كي تبدا حاضر الاغنيه ان شاء الله باذن الله يسمعوها. يعطيك الف صحه. على الباج نتاع يوتيوب ولا على الاذاعات، اذاعات تطاوين ان شاء الله. شكرا ليك الازهر بن ويران، بالطبيعه كل التوفيق ليك. نخليكم مستمعينا ونودعوك بالطبيعه الازهر، ان شاء الله بالتوفيق نسمعوا الاغنيه الامازيغيه الجديده للفنان الازهر بن ويران. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا ديما على موجات راديو تطاوين. كان معنا الفنان الازهر بن ويران اللي قدم جديده من التراث الجربي والكوكتيل الجربي، اكيد ديما جديد جديد معنا على موجات راديو تطاوين، تسمعوا كل جديد الفنانين والمواكبات للجديد الساحه الفنيه بطبيعه. معنا مواصلين المشوار معكم مستمعينا، مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا على www.radiotatawin.tn، واكيد راجعين مع المكالمات الهاتفيه وموضوعنا
لليوم نحكو على الوقت، غير فينا برشا حاجات وإلا لا وإلا غير الناس علينا. أكثر تفاصيل معاكم مستمعينا، ونحب نسمع آراءكم وأصواتكم ديما على 75 870 900، هذه الرقم الوحيد اللي وصلكم مباشرة لاستوديوهاتنا بإذاعة تطاوين. مرحبا بكم وبكل آراءكم مهما كانت مختلفة، راهو ديما الاختلاف باهي وكل واحد وتجربته مع الوقت. بعد النغم راجعين في استقبال مكالمتكم الهاتفية.